بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 38 بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بالشيخ. حياكم الله وبارك فيك. على بركة الله، نبدأ بهذه الرسالة الأولى في حلقة هذا الأسبوع من أختكم أم معاذ من بغداد العراق. تقول فضيلة الشيخ: إذا قال الشخص لا أفعل كذا أو لا آكل كذا بدون قول حرام علي، فهل عليه كفارة إذا تراجع بعد عزمه على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الشخص لا آكل هذا الطعام أو لا ألبس هذا الثوب إذا لم يسبقه يمين بالله أو تحريم فإنه لا ليس عليه شيء، فإذا أكل أو لبس أو فعل ما نفى فعله ليس عليه شيء لأنه لم يحلف. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: إذا تكلمت على شخص بصوت مسموع لكن لا أحد يسمعني إلا أنا، فهل يدخل هذا في الغيبة المنهي عنها؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أعراض الناس الغائبين سواء مع الناس أو مع نفسه، أن تكلم بكلام يسمعه هو أو غيره، هذا يعد من الغيبة لأنه تنقص للمغتاب أي الذي يتكلم فيه، فالمسلم يتجنب هذا الشيء. لكن إذا قال هذا في مجلس أو عند غيره فالأمر واشد. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة من العراق فضيلة الشيخ: هل يجوز الإجماع في النية أو الإجماع في النية بين تلاوة القرآن الكريم والرقية؟ هو القرآن يتلى إما بنية التلاوة والأجر أو بنية التعليم أو بنية الرقية، فللقارئ ما نوى. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى التلاوة والرقية فله ما نوى، أو نوى التلاوة والتعليم فله ما نوى. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ تسأل هذه السائلة وتقول: شخص لا يقدر على فم ركبتيه لمرض فيهما، فإذا سجد في صلاته على الأرض حرف رجليه يمنة أو يسرى، وإذا سجد على وسادة جعل رجليه باتجاه القبلة، فأي الطريقتين يتبع مأجورين؟ لا يسجد على وسادة، يسجد على الأرض إن أمكن، ولو أنه حرف رجليه ما دام أنه وضع رجليه على الأرض حسب استطاعته فقد حصل فعل الواجب أو السجود على سبعة أعظم ومنها القدمان. فإذا وضع القدم على الأرض ولو كان محرفا ولو كان طرف القدم فإن هذا يكفي، لا سيما إذا كان لا يستطيع أكثر من ذلك، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وأما أنه يسجد على وسادة فهذا شيء منعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء دخل على مريض يعوده فوجده يصلي على وسادة، فأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم وألقاها وقال: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومئ بركوعه وسجوده. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ صالح، العطور الحاوية على نسبة من الكحول لا تعلم، هل يجوز استعمالها؟ إذا كان كثيرها يسكر، لو فرض إذا شربها الإنسان يسكر فإنها نجسة وحرام، قليلها وكثيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كانت هذه العطور لا تسكر لو شربها شخص فإنها ليست بنجسة ولا محرم. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائلة فضيلة الشيخ تسأل
عن الأب المشرك، هل يرثه أبناؤه إذا مات قبل أن ينصح؟ لا، إذا مات على الشرك فإنه لا يرثه أقاربه المسلمون، قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فإذا مات على الشرك نصح أو لم ينصح، إذا مات على الشرك فإنه لا يرثه أقاربه المسلمون، وإنما يرثه أقاربه الكفار، وذلك قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث كافر المسلم ولا المسلم الكافر. أولو الأرحام يتوارثون، المسلمون يرثون قريبهم والكفار يرثون قريبهم الكافر. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. تقول السائلة: إذا قدمت هدية لموظف بدون تساوم منه هل يقبلها أم لا؟ لا يجوز هذا، هذا رشوة، لا يجوز تقديم الهدية للموظف، لأن هذا، ولا يجوز للموظف أن يقبلها، لأن هذا هو الرشوة. قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية، قصدنا أنه ما يقبل الموظف، ما يقبل الهدية من المراجعين. نعم شيخ. والذين لهم معاملات لا يقبل منهم هدية، لأن هذه هي الرشوة المحرمة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أبو الغيث المقيم بالمملكة العربية السعودية بالمنطقة الجنوبية يقول: ما تفسير الآية الكريمة في سورة الملك في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور؟ نعم، قال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني مذللة مبسوطة، امشوا في مناكبها، في جوانبها وأطرافها، وقال لطلب الرزق، الإنسان يسافر لطلب الرزق، آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يسافر لطلب الرزق في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله الذي أودعه في هذه الأرض. نعم، وإليه النشور أي إليه البعث يوم القيامة، فالله جل وعلا يبعث الخلائق وينشرهم يوم القيامة للحساب والجزاء. نعم. أبو الغيث يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ عن الصلاة في السفر: هل تجوز صلاة المسافر قصرا بالفرد، مثلا أن يصلي الظهر في وقتها ركعتان وثم ينتظر حتى دخول وقت العصر فيصلي أيضا في وقتها ركعتان أيضا، أو يجمع الصلاة الظهر مع العصر ركعتان ركعتان؟ إذا كان قد جد به السير فإنه يجمع ويقضي، لأن هذا أرفق به، جمع تقديم أو جمع تأخير. أما إذا كان نازلا في أثناء سفره للراحة أو لقضاء حاجة فإنه يقصر بدون جمع، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى في أيام الحج وكان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن سورة الواقعة وفضلها، وهل ورد أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تعالج الفقر لمن يقرأ هذه الآية يوميا؟ نعم، ورد فيها آثار وأحاديث في فضلها، وأنها من قرأها فإنه يرزق، ورد شيء من هذا، وتراجع في هذا كتب التفسير التي تفسر بالأثر كتفسير ابن كثير وغيره. نعم، هذه سائلة ألف عين مقيمة في المملكة العربية السعودية، لها مجموعة من الأسئلة، تقول: أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عليها، وتسأل عن صبغ الحواجب وعن تكفيرها، هل يدخل ذلك في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه لعن النامصة والمتنمصة والفارجة والمتفلجة، وما معنى هذا الحديث؟ اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يكون إلا على فعل كبيرة من كبائر الذنوب. قد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة وهي التي تأخذ شعر حواجبها، والمتنمصة التي تطلب ذلك، المتنمصة التي تفعل ذلك في نفسها، والنامصة التي تطلب ذلك أن يفعله من غيرها، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز أخذ الحواجب بأي طريقة، لا بالقص ولا بالنث ولا بالحلق ولا بعمل المزيل الذي يزيل الشعر. وأما صبغ الحواجب وتشقيرها فهذا يدخل في تغيير خلق الله عز وجل، يدخل في تغيير خلق الله، الله خلق الحواجب وجعل شعرها أسود، فلا حاجة إلى صبغها، لأن وضعها الخلقي أجمل من ما يعمل بها من التغيير. والله جل وعلا أخبر عن الشيطان أنه يقول: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وذلك بالنمص والوشم والتفليج، كل هذا من تغيير خلق الله، ومنه صبغ الحواجب. ما الداعي إلى صبغها؟ هي جميلة ولا تحتاج إلى صبغ. وأما
المتفلجات مراده التي تعمل الفلج بين الأسنان، يعني تبرد بالمبرد ما بين الأسنان حتى يكون بينها فتحات طلبا للجمال. هؤلاء هن المتفلجات، لا يجوز هذا العمل، متفلجات للحسن. وأما إذا احتاجت إلى علاج الأسنان وليس هذا من باب طلب الحسن وإنما هو للعلاج، طبيب رأى أنه يعالج هذا السن وأن يزيل ما فيه من زيادة مشوهة للفم فلا بأس بذلك، لأن هذا من باب العلاج. نعم. جزاكم الله خيرا. محمد سين سين يقول بأنه شاب من مصر يعمل في الرياض منذ فترة طويلة، وفي شهر رجب الماضي سافر إلى مصر للزواج. يقول والحمد لله تم الزواج في آخر رجب، ثم دخل علينا رمضان، فجامعت زوجتي في نهار رمضان حوالي 4 أيام متفرقة، وكنت أظن بأن علي الصوم 4 أيام مكانها فقط في أي وقت، ولا أعرف حكم غير ذلك، وزوجتي كانت مضطرة لفعل هذا لعدم مخالفتي، فما الحكم في ذلك لي ولزوجتي مأجوري؟ الحكم أن هذا حرام ولا يجوز ويفسد الصيام، قوله تعالى لقوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فأباح الجماع بالليل، وإذا فعله في النهار فإنه يفسد صومه ويكون عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا. وذلك لقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا تصدق به. فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ ما بين لابتيها بيت أفقر منا. فقال خذه وأطعمه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده عليه الصلاة والسلام، قال خذه فأطعمه أهلك. فدل هذا الحديث على وجود الكفارة بالجماع في رمضان مع التوبة إلى الله وقضاء اليوم الذي حصل فيه الإفساد، وهذا يكون واجبا عليك وعلى زوجك، كل منكما تجب عليه الكفارة بهذا الترتيب، ويجب عليه قضاء اليوم ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع الذي بعث بهذه الأسئلة أحمد بن شار العمري يقول فضيلة الشيخ أنا حافظ لكتاب الله عز وجل والحمد لله، وأرجو من فضيلة الشيخ صالح الدعاء لي بالثبات ولشبابي وشابات المسلمين بالهداية والثبات. سؤالي في العشر الأواخر من رمضان قرأ الإمام في صلاة التراويح سورة صاد ولم يسجد، ولما سألناه عن السبب هل سهى أم تعمد أجاب بأن في ذلك خلاف، والسؤال يبقى فضيلة الشيخ هل يبيح له الخلاف ألا يسجد أفيدون مأجورين؟ نعم، إذا رأى عدم السجود فإنه لا، لأن سجدة صاد فيها خلاف، هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة على قولين من أهل العلم، فإذا أخذ بأحد القولين فلا حرج عليه في ذلك لأن الأمر محتمل. نعم. لعلكم شيخ تبينون مواضع السجدات. سجدات 14 سجدة في القرآن، في آخر سورة الأعراف، وفي سورة الرعد، وفي سورة النحل، وفي سورة الإسراء، وفي سورة مريم، وفي سورة الحج 2 سجدات في أولها وآخرها، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة ألف لام ميم السجدة، وفي سورة حاميم فصلت، وفي سورة النجم، وفي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه سجدات القرآن. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هل يشرع لغير المتوضئ والجنب والحائض والنفساء والمستحاضة أن يسجد سجود الشكر؟ لا، لا يسجد سجود الشكر بالنسبة لمن عليه حدث أكبر، لا يسجد سجود الشكر، لأن السجود نوع من الصلاة ويشترط له الطهارة. وعند بعض العلماء أنه إذا جاز له قراءة القرآن كالذي عليه حدث أصغر، الذي عليه حدث أصغر يجوز له قراءة القرآن عن ظهر قلب، ويقول إذا مر بسجدة فإنه يسجد، يستحب له أن يسجد تبعا لتلاوة السجدة. ولكن القول
الأول أنه لا يسجد لأن سجود التلاوة نوع صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة. نعم. ما صحة هذا الحديث جهاد المرأة الحج وهل هو موضوع؟ هذا حديث صحيح. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ في آخر أسئلته هل يجوز أن نلعن إبليس ونقول لعنة الله عليه وجزيتم خيرا؟ إبليس لعنه الله هو ملعون، وإذا لعنته من أجل أنه أغواك وأوقعك في معصية فتذكرت وتبت إلى الله ولعنته لأنه هو الذي أغواك فلا بأس بذلك، مع أن الأولى أنك تلوم نفسك، أنك تلوم نفسك على المعصية وأنك تندم عليها وتوب إلى الله. وأما لعن إبليس فإنه لا يفيدك شيئا مع عدم التوبة وعدم الندم. نعم. يقول فضيلة الشيخ كيف نجمع بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أري المسيح الدجال في المنام وهو يطوف بالكعبة ويداه على منكبي رجلين كما ورد في مختصر صحيح الإمام مسلم، وبين أنه لا يدخل مكة ولا المدينة أثناء الفتنة في آخر الزمان؟ أفيدونا زادكم الله علما. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى المسيح الدجال وإنما رأى ابن صياد. نعم. رأى ابن صياد، وابن صياد مختلف فيه هل هو المسيح الدجال أو غيره، الله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول في سؤال لها إذا سقط ماء طاهر على نجاسة وتناثر هذا الماء على ثوب الشخص هل ينجسه أم لا؟ إذا كانت النجاسة باقية والماء الذي انفصل عنها قد تغير بها لونا أو طعما أو رائحة فإنه يكون نجس، أما إذا لم يكن متغيرا وكان ماء باقيا على خلقته لم يتغير أحد أوصافه فإنه لا يكون نجسا. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذه السائلة تقول هل تجب المقاطعة لمن يرفض النصيحة بخصوص الصلاة أو التوحيد، وخاصة إذا كانوا أقرباء مني جدا وأحتاج إلى مساعدتهم والتحدث معهم في كثير من الأمور وجهونا في ذلك؟ الذي يترك الصلاة أو يخل بالعقيدة يعني يرتكب أمرا مكفرا أو شركا بالله عز وجل يخرجه من الدين هذا تجب دعوته إلى الله ومناصحته، فإن امتثل الحمد لله وإن لم يمتثل فإنه يجب بغضه وعداوته. قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لكن لا مانع أنه يكلمهم للحاجة محتاجة إلى تكليمهم لا بأس بذلك، لا كلام محبة وإنما كلام حاجة بقدر الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة تقول فضيلة الشيخ إذا استمر نزول الدم على المرأة النفساء بعد 40 هل تصلي أم لا؟ نعم، آخر حد للنفاس 40 يوما، فإذا بلغت 40 فإنها تغتسل وتصلي ولو كان الدم لم ينقطع، هذا قول جمهور أهل العلم. وإلا إذا صادف الدم وقت عادتها، إذا صادف وقت الدورة الشهرية فإنها تعتبره حيضا، حيضا تعتبره حيضا بعد النفاس. أما إذا لم يصادف وقت دورتها الشهرية فإنها تعتبره دم فساد، تغتسل وتصوم وتصلي لأنه قد انتهى النفاس في حقها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف من اليمن المأرب، يقول في هذا السؤال عندنا في بعض المساجد وبعد الأذان لأي فرض المؤذن يأتي بالدعاء المأثور ثم يصلي ركعتين
وبعد الركعتين يفتتح بقوله الفاتحة وسورة الإخلاص قربانا إلى الله ثم إلى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين. ما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تنفع الفاتحة لروح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المشروع بعد الأذان أن يقال الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة تامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، عفو مقاما محمودا الذي وعد. هذا هو الصحيح الذي ثبت في الحديث الصحيح، وهو المشروع للمؤذن وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله لي الوسيلة فالحلت له شفاعة، والوسيلة بيت في الجنة أو قصر في الجنة. وأما أن يقول الفاتحة أو اقرأوا الفاتحة فهذا بدعة ما أنزل الله به من سلطان، فلا تقرأ الفاتحة بعد الأذان، ولا يؤمر بقراءتها ولا غيرها من القرآن، فمن فعل ذلك فقد فعل بدعة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ، شكرا لكم.